قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش ديروا جيم. السلام عليكم. عليكم السلام. دارك الملكي مراقبة، الله يخليك. اش عندكم هنا؟ عندي شوية السلعة هاشا. أنا غادي نشوف. الله يخليك. تفضلوا، مع السلامة. اش كاين؟ هذا وليك؟ راني ما فهمت والو. ولاش تفهم؟ وقيلا مشغولين هاد الايامات. دور من اليمن؟ لا، دور على الطريق الملفي وكنمشيو معاه، واقدين على براشات. شرجيو هذيك الجينه، يلاه يلاه، سربيو نتوما، سربيو، أو تتحركوا، يلاه شرجيو، شرجيو أسيدي. شاف، هضر مع الدراري ديالك كي يشارجيو البيك أب. خو علينا هاد البيك أب. يلا ودي يلا يلا يلا، تلقى يديك. وزيد تحرك. تا خليه يشارجي زيد تحرك تحرك أسيدي. يلاه سربيو سربيو. سربيو. يلا بزاف تقعد تقعد. يلا بزاف تحركوا. ثم زيدوا تحركوا تحركوا. يلا سيدي يلا. ما يمكن. دمي لودو الشيفور. صباح الخير. صباح الخير عامس. كيف داير الجو؟ مزيان، ما قلبوش الناس السلعة. شحال من باراج لقيتو في الطريق؟ واحد نعمس. واحد نعمس.
وجدوا راسكم غدا عندكم الخدمة بالليل. الله يخلف. غدا مع 8:15 تكونوا هنا. العملية هاد المرة غادي تكون كبيرة، نبغيها تدوز بالسكات. هاد الشيفور اللي ما عندك ثقة فيه بلا ما تديه معاك. واخا جديد ما تخافش عليه. علمتي الناس ديالك؟ وكل شيء موجود، خصك تعطينا الإشارة. غادي يكونوا معاك ثلاثة ديال الفراقي وكل وحدة في الطريق. وشكون نعمس؟ ما تسولش، ماشي شغلك. شحال من مرة كنقول لك ما تبقاش تسول، نفذ الأوامر واسكت. هادو صيفطهم لولادك، يمكن تغيب عليهم شي ايامات. طال عليا في الخدامة، خبارك راه كله كتوصلني، وانا داير عليك عين ميكا. ميلود، جمع راسك معايا. الله يهنيك. أرجو. كيفاش راه تشوف؟ والو بح. كيفاش؟ عاود خدام الباترون. وعلاش؟ ما عجبتش الخدمة ديالنا. ولي كتفل عليا. يلا زيد. الله يرضى. هذا الطاكسي يلاه وصل من المانيا. سي امبورطون. الناس مبغوناش نبقاو نسدو لومبالاج بالكرافوس. كيحافظوا على البيئة ديالهم. دونك من اليوم الله يخليك اللصقة، لومبالاج يتسد باللصقة. أجي أنت بعدا، مالك البارح عندك باللي المحل اللي تيش ليا؟ ما كنتش في الدار. أها والبورطابل ما انقطعش؟
نطفيه نشعله ونكون في الدار ما نكونش شغلي هذا. اها دابا ولا شغلك هذا. لا لا فوزية هذه الهضره ما بقاش نعاودها انا وياك ألف مره. انا وياك عمرنا تفاهمنا حاولنا وما جابش لها. اسيدي هذه الهضره قولها لي من الاول. لا لا من اليوم كنقول لك الكرافز لا تفهمنا. لا لا اش هاد الخدمة هادي؟ والله سيدي لا غير غيراش واش هاد الخدمة هي اللي تخلينا شادين بلاصتنا في السوق ولا ما فراسك ما يتعاود؟ اسمح لي سيدي غنضرد البال. اسمح لك؟ هاد الغلطة غادي نسجلها عندي. خطأ آخر عارفين راسك مطرودة. شنو سميتك؟ حورية. الرقم ديالك؟ 324. نهار السبت عندك جوج سوايع خدمة زايدة في العشية. وجمعي راسك شوية. بسم الله عليك غير انا صافي صافي غتعطي نتقم لك منه. خليني لك لا شو تيسحب راسو الباترون راه خدام هنا بحالنا بحالو. شوف لالا كيبدا يقفقف. اللهم حمرتي فيهم العين حتى ياكلوك. سولي باباك هو يقول لك. مالاني فين كنت؟ راني كبرت في وسط العمال والخياطات والتواب. اه ولكن المدير يدوسي على برا بعد داتك شويه على جو الخدمه. يوم بلوس هذه التعليمات ديال المدير. اللي سمعك يقول لا لا انا متفق مع هذه المساله. الخدام خصو ياخذ حقه ولكن صرامه هي صرامه. كلهم مسجلين في الضمان الاجتماعي عندهم التامين ديالهم كيستافدوا من العطل من التعويضات شنو بغاو. نوال السوق ولاو فيها منافسين كثار وواعرين وهادشي ديال التهريب ولا كيخلع. ومشى داك الوقت اللي كان فيه السي سقلي بوحدو في السوق. هذا الوقت ديال العولمه لا مونديالايزاسيون. نوال استدير لما قدرتيش تحافظ على بلاصتك هزك الماء. ابو تتهضر معايا بحال انا ما عارفاش. لا لا عارفه عارفه وسي سقلي ولد وعارفه اش ولد. مزيان باش يلاه تعرف راسك معامن. انت عاوتاني غادي تسلتي بلا ما تقولها. شنو دابا ولا خصني ناخذ الاذن باش نخرج؟ ايوا بحال داكشي. خير من قدامي ولا ندخل فيك؟ يا ريت. كنترول الخدمة ديالها. شوفي الله يخليك غتلتزمي حدودك ولا راه ما غيعجبك الحال. حتى انا كندير الخدمة ديالي. اللي قلت لك هو اللي غديري ولا ما عجبك الحال قلبي على راسك موضع اخر. عطى الله المعامل ديال الخياطة. ماشي هكا عم الله اش كانت تقول لها. هادي ما تحيداش ليا من راسي. اوه تو اكزاجير ها خليك بعيده على هاد المسائل. بعيده مي سافا با. انا
جو سوي شي مون بير ايسي يا مولاي الا نسيتي راسك. دي كالم اوكي دي كالم، ما درت حتى حاجه وكون غلطت انا ما نعذرهاش. عفرا ما عرفتش كي تسحب لها راسها كاع. با الى د ليكسبيريونس عارفه الشده والفده على المعمل. ونزيدك مطلوبه في السوق ومن بعد منها عداد. هادشي اللي كنقول هو اللي كاين، الا ما عجبك حال قلبي على راسك في جهه اخرى. عطى الله بعمل الخياطه ولا لا نوال 13 عام الخدمه شنو نديرو فيها؟ ندفنوها. كاينش مقدم؟ بغيت ندوي معاك في واحد الموضوع. تفضلي. أنا غادي نختصر. شوف، أنت مهندس كبير، ولكن راك غير كتضيع وقتك هنايا. إلا بغيتي عندي لك واحد المشروع، تعيش بكرامتك وراسك مرفوع. فوزية، الله يرضي عليك، ما قد أنا مشاكل. ممكن تمشي لخدمتك. عقلتي منك كنتي بغيت تمشي لكندا؟ فوزية سير تبعي. ها راه لقيت اللي وقف معاك، الراجل مضمون. بالي بحال راه قالك اليوم وقلتي انا نقشب عليه شوية. انا بغيت لك غير الخير. ماشي بلاصة نظرة. ممكن تمشي الله يرضي عليك. سير لخدمتك. سير تبعي. وي سي الحاج، وي توت سويت، واخا توت سويت. فين وصل هذاك السطوك ديالنا؟ بقى عندنا السلعة. أنا خايف إلا بقينا على هاد الحال هذا غادي نضطر نسد البيبان ديال لوزين، وما كنتمناش هاد النهار يوصل. مازال كتعقل النهار اللي جيت تخدم عندنا؟ قلت لك باللي الناس ديال البرا راه ما كيلعبوش، ماشي بحال ديالنا اللي سولتي على كيدير الحركه كيقول لك سلك عدي. هذوك ما كيعرفوا لا سلك ولا عدي. عندك عندك، ما عندكش ما عندكش. صح الحاج. والمصيبه الكبيره هي دابا الاسواق ديالنا تغزات بالملابس ديال برا. ولكن المشكل كبر من هادشي، المشكل ديال القدره الشرائيه. انت راك بحال ولدي وكتعرفني مزيان، انا ما كارش نخيط ونلبس الناس فابور بلا فلوس. ولكن خلينا دابا من هاد العموميات. عندي واحد الطلب. انا موجود الحاج. بغيتك توجد لي تقرير مفصل مضبوط على هادشي ديال التهريب. ماشي على حقاش عندي مداخله في البرلمان، ولكن حتى بالنسبه للوزين انا ما كارش نلقاو شي طريقه اللي نربحوا بها جوج ديال الاهداف بدقه واحده، المنتوج الجيد بالسعر المناسب. وهذا راه تحدي كيخصنا نواجهه. ولا خصك شي حاجه انا موجود. ولكن هذا غادي يخليني نغيب على المعمل. بغيتك تقرب لهذوك الناس، تعرفهم كيفاش كيخمو كيفاش كيفكروا، والا اضطريتي ما تبقاش تجي مع الصباح راه ما كان حتى شي مشكل. اها و شكون غادي يمشي الخدمه؟ كيظهر لي خصكم شي قهيوه. انا فكرت في هذا الشيء، نوال بنتي غادي تقوم بالواجب. والربيع الدايم هذا حدو، قدامك عام صعيب كله شتا ورعد. يلا حبيبتي مسحي دموعك، المكتوب ما من يهرب. الو زين، اش ما عيطتش؟ ما تعيطش انت ولا هكتفنا للضرب؟ شوف وحنا مازال بوسيبل اخويا، الموتور ديالك يكون عندي في الصباح. نديرو اليد في اليد
ونواجهوا جميع المصاعب. ماشي مشكل. الله يحفظك، انت خلي لي عند الكونسيارج. لا ما نعطلوش عليك. الضربه اللي ما تقتل تقوي. الفليسات نعطيهم ليكم الا قبلتوا عليهم. لا لا رابحه، انا ومي احنا معك. ضربه وسمعتي في ليا. دير بشي شغل دابا. هانتي عرفتي يلا سيري لخدمتك. كاين شي ما نقضيو؟ تسوم على ديك لا كوموند ديال السي العالمي. مالها؟ عاد كنت نخدمو هاد السومي ولا الدومي؟ شنو؟ السومي ولا الدومي؟ صافي راه غير طلعي انا غنشرب شي كوموند ديال لونك ونرد عليك. حنايا واقفين عليها حتى نعرف واش ندير. راني هضرت معاك. وين اول؟ هذيك خيتي راه سقساتني على هذيك لا كوموند. قول لي باش نخدمها بالدومي ولا بالسومي؟ بالسومي ولا بالدومي بحال بحال. ايه بحال بحال بحال. يلا الله يهنيك دابا. الله يهنيك. ها نص سنتيم ديك السورجي غير نص سنتيم ياك. ما تعاودش نفس الغلطه. شكرا اختي. شحال تعطينا ما بيناتهم شي مشكل؟ الشمال كاع ما بان هاد الصباح، علاش غنكون ما جاش؟ ما عرفتش اختي. خايفه معذوره انا راه طيحت سناني بين هاد المواد. لا والله ما عرفت. انا غادي نعرف اش مشغول عندي من غيره. يلا الله يعاونك. تفضل يا سيدي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اصلا عزينه تبارك الله. اسيدي الرخاء اللي ما بغاش يلبس ملي كتجيبوها وحده عليا. سول السي الحاج. السي الحاج شوف هاد السيد اش بغا. اش حب الخاطر اولدي؟ ايه سولت السيد ملي كتجيبو السلعه. مرحبا تفضل. تفضل. جلس. ربي يخليك. قول لي انت مصحاب الوقت؟ ما فهمتش الحاج. وبوليسي
لا ديواني؟ لا سيدي جدارمي؟ لا سيدي الله يهديك. واش انت بيع وشري زعما؟ ايوا عاد بغيت نبدا الى سهل الله. مرحبا. مرحبا مرحبا تفضل هاك تيلي مع راسك. بسم الله. ظاهر لي ماشي ولد الحرفه. نتعلم الحاج. معقوله حتى شي حاجه ما صعيبه في هذا الوقت، ولكن خاص يكون عندك قلب ديال الحجر. اشنو اسمك؟ الله رشيد. انا بركبه. عندك شي محل؟ ايوا صراحه الله عندي جوج محلات، واحد ديرو تيلي بوتيك وواحد قهوه، وليني قالوا لي هادشي عندكم ديال البال تبارك الله فيه ما يدار. فيه ما يدار ولكن لا عرفتي تخدم. لا من هاد الناحيه غير تهنا. وفاش باغي تبيع وتشري؟ ما فهمتش. سروال، قميجة، تريكو. لا فهم دابا. انا الحاج نبغي ندير كل شيء باش هادي تغطي على هادي. معقوله؟ انا سيدي متفق معاك، غدا رجع بحال هاد الوقيته وتلقاني موجد لك خمسات الكوليات في عين العدو. ربي يخليك. هادي على البدايه، ولكن طلع بواحد 2000 درهم ضمانه. هي الاولى الحاج، نجاوب على التليفون. كاين مشكل. الو؟ اي انا بارك مع السيد دابا. لا يكون خير ان شاء الله. لا لا عمرها ظهر يكون خير، غنجي نعاودك. يلا. هذا شريكي. مرحبا. قلتي لي الحاج فلوس ياك، 1000 درهم كافيه؟ ما كاين حتى شي مشكل. هو كيف قلنا؟ غدا بحال هاد الوقيته رجع تلقى السلعه ديالك موجوده. ان شاء الله. عندك تنسى؟ الله يبارك الله عليك. ربي يخليك. فكرني في السميه. رشيد، رشيد الحاج. كملي خدمتك وخرجي. والله الا امي مريضه. جي بيان دي كملي خدمتك وعاد خرجي. ماشي مشكل غير حيت سي جمال كان ديما كيتساهل معايا معانا زعما. ومنين سيك جمال ما كاينش سالي خدمتك وخرجي، وما عنديش وقت اللي نضيعه معاك. كتسنى في الطوبيس بحال عباد الله ولا ممنوع؟ اش كتنوعر عاوتاني؟ والو؟ والو شوفو كان. بالعربية جيت بغيت نوصلك. توصلني الله الله. وشنو فيها؟ ولا ما تستاهليش؟ الطوموبيل. هذا ما بقى ديما نقول. ولقيت الحاج محل كرا 2000 درهم الشهر وشهرين تسبيق. ولاش؟ علاش ما تبنيش انت خيمه ولا تاخذ شي قلسه مع هذوك الناس؟ لا الحاج ما غاديش يثقوا، خاص المحل يكون ديالك وفي سميتك ويكونوا عارفين حتى العنوان ديالو. هذوك الناس ما كيلعبوش والخيام خليهم غير كيصرفوا فيهم السلعه. عندك الحق، بالخصوص عرفتي شحال ديال الملايين كتروج في النهار تماك. اش انت كي درتي تعرفتي على هاد الناس بهاد السهوله؟ أو الفهمة. لا لا نوال الفهمة. لا لا بصح بصح كيفاش؟ اش قولي انت بعدا كاينه كي دازت الخدمة اليوم؟ سوبر. يا انا زايد ناقص بحال لا كاين بحال لا ما كاينش. بابا هذيك فوزية ما كتعجبنيش كون غير بدلناها. والله يهديك بنتي، إلا جينا كاع اللي ما كيعجبناش نضحيو راه غادي نبقاو وحدنا. وزيدوني هذيك البنت ما دارت حتى شي حاجة. و13 سنة ديال الأخدامية. جكومبخون با علاش ديما كدافع عليها هكا؟
زيد بخير. اهلا لاباس لاباس لاباس. كاين شي قوي مجهش يسري ولاد؟ ورا قلت لك دابا راه تيقلبونا في الخروج حتى نص كامل عند دخلهم. واخا نصبروا ولاني رانا قريب النوي. ياه مبروك هذا هو الوقت. اخوك عبد الرجاء صورني هذا الصباح وعندك كتبي حتى انا في الجورنال. لا لا واه بحال خو ما عندك بلاش تخاف. يلا تهلا شويه الوليده شويه يا خلي شويه طيبه. اجي انت جبتي الدواء لامي؟ جبتو الصباح هذاك مول الفارماسي ما بغى يعطيني الدواء غير بالزز. مالنا خويا غادي نرحلو؟ يا ربي نرحلو يا ربي. اختي فوزيه شنو درتي لي في الوريقات؟ الفلوس عمي الفلوس. هذا مولاي راه ماشي فرنسا ولا الطاليان، هذه راه كندا. مال هاد كندا كيفرقوا فيها الحمل قنفوت فابور. هي 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 شو الشوطينه تعلمت القوافي. وانت بعدا تتعرفي شنو هو القنفوت؟ اييه هو الفكر اللي فيه الشوك. نرى دي كندا غنمشي لها صحة. غتمشي لها مولاي إلا كنتي راجل، أما هكا مرخي كتضل تحنش باغا تمشي لتا بلاصة. مالك يا ولدي راه راجل ونص وفي تبارك الله سوالفو. صافي يا الوالدة هضرنا على الشعر من قبل. ما تشوفي لك من يتكال. وحيدة السوالف بعدا تبان لك كندا. زينتي. فوزية بغيتك. حتى أنا بغيتك تنعيط لك. شنو بغيتي أنت؟ بغيتك تطرق لي واحد المسمار. أنا موجود، أري غير مطرقة وهذا المسمار نطرقو لك. خوك راه واخا مراسل صحفي عنده مع البريكولات. طفرنا ولات، نعطيك شي فلوس. نعرفك كتمشى غير بالفلوس. هاك. هادي هي علاش بغيتك أنا. قول لي، كتعرف جمال الشاف ديالنا؟ تنعرفو مالو؟ هاد الصباحات مبقاش كيبان ليا، بغيتك تجيب ليا اخبارو تشوف ليا فين كيمشي اش كيدير. هذا هو المسمار ديالك. انا راه مشغول هاد الايام تنحنش فواحد الموضوع على علاقه الازبال بكسل المواطن. لا راه بلاش واخا البيت يجي عندك قليل غنجيب لك الرابور شفاوي. شوف انا المهم جاب ليا الخدمه شفاوي عندي بحال بحال. الوالد عطيتيه الدواء؟ نمشي نجيبو ونعطيه ليها. ولي 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 حيد حيد حيد. عبدو بغيت ندوي معاك. واخا انا جا يلا كمل كمل هاد البارتي كمل. شنو بغيتيني؟ اجي انت الفليبر 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 الله يعطيك شي غباره. يا ربي جيت كندا ترى ما كاين لا فليبر لا والو. انا راه تنوجد واحد البحث علاقه الفليبر بالبطاله. واش نقلب على خدمه قالك بحث؟ ام درجه درتي لي في داك الشيء. واش غندير؟ مشيت تسمرت حدا الدار نزل نركب على موطور وهو يطير. موطور واخا يلا يلا معايا للدار. استنى حتى نكمل البارتيه ديالي عاد نتبعك. قلتي كدير بحث. يلا راه الوالده بغاتك. شنو تبغيني الوالده؟ الوالده راه خاصها غير الفلوس. ترى ما كاين لا سكر لا كبده لا طانسيون. نعم هذا فوزي.
قداش. مساء الخير عليكم. مساء الخير ميتي. لا رضي عليك. حتى انا على وقفتك. لا رضي عليك شي ما انا طالع لي الدم. تحشمي. امي الله يستر عليك لا عيطت لك بنت المدير ديري راسك مريضه مهلوكه. فعلا دابا شفتها صحيحه. لا الا بنيتي قولي لا. ما قدات قاعد لها كان لي مهلوكه بغيتي نزيد ندير راسي مهلوكه. الواليد راكي عارفه دوك الناس عزيز عليهم اللي طبحت عليهم. الا جيهم بالصراحه ما يعقلوش عليك يطحنوك. راكي زعما عارفه. 13 عام هادي وانا ضربه معاهم تماره خصوصا من جات ديك البيره اللي تقابل المعمل. الله يبعد بلانا من بلاها. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس الوالده؟ الحمد لله. كتنتي شويه كبي لي واحد الكاس د اتاي. كب لك في كاسي؟ كبي. هاك انت شد راه عبد الرحمن غادي يسلفك الموتور ديالو وتكيس عليه عافيه. شكون عبد الرحمن العساس؟ العساس اللي مربوط فيها. ولا تحشمي وغطي عليا كتافك. اش عبد الرحمن باقي لاصق؟ شنو مالكم بجوج كطيروا في الهضره؟ راه انا اللي مشيت عنده. وليني انتوما العيالات خطار غير تتبان لكم المصلحه في الرجال ما كيناطحن. هذاك الشغل بعيد عليك. وشنو غندير انا بهذا عبد الرحمن العساس؟ شوف غدا على النبوري غادي تقني على جمال قبل ما يخرج غير يبان لك تبعو حتى تعرفوا فين كيمشي. ان شاء الله في الكاري راه خويا ما كنطبعهمش. قبل ما تدعي لي بلا يلبس عليه بزاف نطيحوا لك بجوج في الركنه. فوزية بسم الله عليك ميتي. نوضي راس الستة هادي. نوضي يلاه تفطري يلاه ميتي. عبدو نوض الكاسول. واش بحال كيمشيو لكندا؟ غير شويه نوض يلا افوزيا. نوض راه ما قدتش عليك. نوض يلا تقعد وسير طرق معاك العساس غتلقاه كيتسناك. معكيس شرب شي حاجه. شي قهوه كحل الله يحفظك. شحال اخويا دي في الساعه؟ 9 هادي. اسيا غالخاف خلص بعدا. انا غير نسيت هاك مسكين. غالصباح هاد
اسمع اش كدير؟ تندير خدمتي. واش خدمتك هي تصورني انا ولا؟ اطلق. شكون انت بعدا؟ شوف انا راه صحافي وتندير واحد الموضوع ديال علاقات الشباب افاق الشغل، ومع انت تبارك الله شاب، داكشي علاش كنت نصورك. شاب؟ عندك شي حاجه كتثبت هادشي؟ وكاينه غير تسناو نجبدها لك. ها هي. وانت ماشي صحافي، ها مراسل صحافي، وتكون صحافي كاع، شكون سمح لك سي تصور الناس بلا اذن ديالو؟ اش نعيطوا للبوليس دابا؟ اش دخل البوليس اصاحبي في الهضره؟ بغيتي الفيلم دابا نحيدو ونعطيه لك، والله انت ما بغيتي تعاون معايا. تعاون معاك؟ مال هادو اللي خدام معاهم شحال كيعطيوك؟ تعطيوني 700 درهم في الشهر. 700 درهم؟ تخدم معايا نعطيك اكثر؟ فاش؟ شي حاجه ما بعيداش على الخدمه ديالك. علاقة تهريب بتخريب الاقتصاد الوطني، هذا بحث انا كندير فيه. والله لا معاك، عرفتي شنو غير فاش قلتي لي علاقة شي حاجة بشي حاجة؟ هادو هما المواضيع اللي تنحماق عليهم وتنبغي نكتب فيهم. ونعجبك، والله حتى ننجح. غادي تنجح. أجي وراك. مرحبا بخويا. خذ أش خصك. شحال الثمن؟ شوف بعدا إلا عجبتك نتفاهم معاك. ميما. فيقي ميما. خلي عليك رانا ناعسة. دابا كتسمى قضيتي غرض. اواه 200 درهم كلها، كون صيفطيني انا نحسبها كم 100 درهم. شتي انت غادي نصيفطوك لمراكش عند امك فين تقلاي فهاد الصهد. ماشي انا وعبدو مباردين في الموتور ديال العساس. شوف يا عبدو، فين ما قضيتي ليا شي غرض نعطيك داكشي علاش اتفقنا ومضوبل. حتي انا غادي نفاجئك، هادي اول ورقه ما غاديش تمشي للفليبر، غنديرها في واحد الصندوق غنسميه صندوق الهجره الى كندا. يا ربي تسهل لي على وليدي يا ربي. وغتديني نشوف شنو؟ ما تقتيش بيا. شوف اولد ميمتي، ما كاينه ثقه، اللي شاف ماشي بحال اللي غير سمع. بغيتي تعرفي الخبر ديال الراجل راني قلت لك فين كاين، خلي عليك السيد في التقار. غتديني ولا لا؟ واخا. راه هو في الحانوت 178. والله سيدي لا مزيانه بالله. اش بان لك؟ ويلا نمشيو نتحركوا قبل ما يشوفني. يلا تعرفت الحاجه على واحد المراسل صحفي ممكن يفيدنا في المهمه ديالنا. وهذا المراسل كتعرفو مزيان؟ با طموح مجتهد وباغي يدير بلاصتو في الجريده اللي خدام فيها. ماشي الدواء ديال الحلو ولا الكذوب، الله يرحمه ويدير الاخوان. هادي راه الباكيتي من الورقه قدامك في البيرو، الورقه ديالها في الصندوق. شكون اللي مازال بغا يجرب عندي فيكم هاد التحشيبات؟ مرحبا به. واه 120 ريال. واه 50 يا زي. عزلوا عزلوا الخيوط. عزل 20 درهم للبياسة. عزل وتخير. اش كدير انت هنا؟ شنو؟ اش كدير؟ راه هاد القصديرة اللي هنا تندير خدمتي. اطلق مني. اطلق سيدي دير خدمته. عندك شي رخصة؟ كاينة. طلعها. ها هي نجبدها لك. اطلق واطلق اطلق. خلينا نعطيك رخصه. واو 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 واو. وفين كاس؟ شكرا با خليل، تبارك الله عليك. ميرسي. قلتي لي كانوا غادي نتفوك هادو.
مني ما ريشوكش ولدي راه عندك الزهر. ولكن ما تخافش على اخوك فران وقد بحومه. ما عندي ما نسالك. ولكن انا عندي ما نتسالك. حاجه غادي يعجبوها تصاوب واكيد غادي يتهلا فيك. وهي اللي عرفتي كيفاش تدافع عليا قدام الحاج وتشكرني. عرفتي واحد الساطم ما كان يقتلني. اجي تصحاب لك ماكله الخبز سهله ولا كي جاوك تصاوب؟ بصراحه برافو عليك نجحتي. هادشي صباح كيهددنا في الصميم ولا كيزيد يخلعني هو هاد ستوك اللي معمر لي لي ديبو وما كاين حتى كومون جديده. الله يدير شي تاوي. الحاج عندي واحد الفكره ولكن خفتها ما تعجبكش. تقدر قول. كنعرف مجموعه ديال المؤسسات نوعات المنتوج ديالها ونجحت ولكن حتى حنا المنتوج ديالنا متنوع في الجين السروال القميجات الطابليه وهذا كله بثوب ممتاز. لا الحاج ماشي هادشي اللي بغيت نقصد. واش كتبغي تقصد؟ دخل. السلام عليكم بابا. صافا صافا في كنتي؟ شفتوا هادشي؟ كلفت بهم واحد السيد انسان لا بغى يتكلم من الاحسن تكون عنده حجج. وليتو تتفقوا مر ظهري بلا ما تاخذوا رايي ياك. الله يهديك بنتي انت كلشي ديالك. كنت كنتكلم مع السي الحاج قبل ما تجي على المشكل ديال لوسين. اقترحت عليه ماشي نوع المنتوج وانما يساهم في مشاريع اخرى. بحالاش؟ دابا المجال ديال البني مهم بزاف. السكن كلشي كيفكر فيه. صافي الله يرضي عليك. اش جبت معايا بحال هاد المواضيع؟ كتعرف بلي انا حياتي كلها دوزتها وسط التكستيل وغادي نموت وسط منتوب والماكن ديال الخياطه. اه السي الحاج انا ما قلتش تبعد على التكستيل. بالعكس انا اللي اقترحت عليك انك تستثمر جزء من الاموال ديالك في مشاريع اخرى. وعلاش لا البني؟ ابدا لاني ما كنعرف ندير حتى شي حاجه اخرى من غير هاد المهنه. جمال بصراحه راك فاجئتيني. الله يرضي عليك عمرك ما بقيت جبت معايا بحال هاد الموضوع. واخا السي الحاج اسمح لي. عزيز وي السلعة وصلت؟ عاد وصلت. ديني نشوف. منين جات هاد السلعة؟ ديال ناظور. غادي ديروها في كوليات وتصيفطوها لماليا لأنهم كيتسناو. هي الأولى. يلا سربيو راسكم سربيو. يلا طيب سربيو. تلقونا راه موقفيننا على كوموند.
هانتي شفتي السلعه كلها اللي عندنا، عجبتك شي حاجه؟ لا انا سيدي ما عجبني والو والو كاع، هي دوقينا فلصو حقا. عجبني حاجه وحده. فين هي؟ هي مول المحل. اش كتقولي؟ فهمتي والو؟ ما عمر ما غتفهم شي حاجه. جلس جلس قول لي واش انت يا مول المحل ولا غير خدام؟ شنو قضيتك انت؟ شكون انت؟ وشكون مسلطك عليا؟ فوزيه؟ شكون قال لك راني هنا؟ ما اللي سول يلقى وجي ديريك. سمعك على هذه المسرحيه كلها. شوف عمرك ما تقدر تهرب مني. اجي دابا الا دخل شي واحد ولقاني هنايا عندك، المشاريع ديالك كلها غادي تهرس. راه فوزيه هادي. ايوا شكرا لاله على النصيحه. خلينا دابا من هاد الهضره، غادي تستقل براسك بحال داكشي. ومالك حاضر راسك؟ قولها وراسك مرفوع، هادي فكره مخيره. انت مهندس مزيان وكتضيع وقتك تما. هذا رايك؟ اش غدير براي وحده بوفريه بحالي؟ انت يا عندك بنت الباترون. تقولي اش هاد الهضره هادي؟ نسيتي مني عاد دخلتي وجاي كتقلب على الباترون الدبلوم في يديك؟ اللي كان هي اللي وريتك الخدمه. انت بفمك قلتيها ليا، قلتي لي قريتي مصلحه ليا حتى حاجه. نسيتي؟ ما نسيتش فوزيه، ما نسيتش. وهاد الهضره عمرني نكرتها. نكرتيها؟ ملي كتعامل معايا بحال وحده من الخدامات، ولات كتبان لك بنت الباترون، غدا تجوج بها وتولد السقلي وتولي من رجال الكبار، فين بقى غتبان لك فوزيه؟ دابا ماشي وقت هاد الكلام هذا. شوف طيق ولا ما طيقش، راه هذيك غير كتستغلك، راه انا هو غير تستافد منك وترميك، ما تعقلش عليك. واش بغيت تعيش حياتك كلها تحت الرجلين؟ ايه فتي الحدود ديالك. اش من حدود؟ انا بغيت نعاونك. كتفهم شنو بغيت نعاونك؟ بغيت نبقى في المحل مستعده نتخلى على خدمتي على كل شيء. والله ما تفهمتي ليا بالله. والو انا بنت شعبيه ما فهمت، تفهم عاديه واضحه بحال الشبل، اش غتفهم فيا؟ وانا ما مساليش وبالي مشغول. مشغول نعاونك؟ ممكن تعاونيني ولكن ماشي في هذه المرحله باقي. فوزيه الا شافك شي حد دابا هنا غادي نعود وشد ليا نقطع عليك من الاحسن. سيري دابا. انا وجدت لك كوبي حقا شي ما كانش مصيبة، غادي ينفعنا وبزاف. غادي يكون الموضوع واعر، علاقة المخدرات بالالبسة المستعملة. كي جاك العنوان ناري ولا نزل في لا بروميير باج اكسترا وردينا. سيرتو كاينة العلاقة ما بيناتهم، بجوجهم خطر وبجوجهم ما خصهمش يتباعوا. اجي ما تكتبش موضوع بعنوان علاقة الصحفي بالصوت. انت شو بغيتيه نوجدو؟ اللي كيعجبني فيك عبدو انك مستعد دير كلشي، ولكن بقى مهم اخرى. بغيتك تديني توريني داكشي اللي شفتي، خص تكون عندي انا فكره كامله على الموضوع. اقسم ما بغيتي، انا مستعد حتى من غدا. غادي تنجح. هادي الحاج بعض الاصناف اللي كتروج في السوق، رخيصه ولكن راه ماشي كلها مزيانه. هذا سروال ديال لاطوال، هادي جاكيطه ميلونج جينو طوال، هادشي اللي بقى هنا الحاج كله جين. هذا تقريف الموضوع مرفوق بالصور. تما الحاج غادي تلقى صعوبات اللي تعانيها جميع شركات النسيج والاقتصاد الوطني بصفه عامه. الحاج خص الراي الوطني يعرف بان هذا المشكل خطير. الناس كلهم عاديين، خدامه، اسر، خصهم يعرفوا بان هاد التجار هادو كاين فيهم اللي كيتاجر حتى في المخدرات. وانت شنو رايك؟ حمله اعلاميه، نتعاملوا مع الصحف، مع الاذاعه، مع التلفازه، حتى الانترنت. علاش لا؟ ما عاد ما يسالك الحاج، راك على بال. ايوا شنو كحساب لك راسك؟ زعما غير انت اللي كتفهم في هادشي ولا؟ لا الحاج، ولكن انا كنفضل المنصه ديال البرلمان. التلفازه كتخلي لي ما عارف يعرف. هاد الخدمه ديال هاد الشاب مزيان. شوف خصك تعمل انت وياه، حاولوا ديروا شي حمله اعلاميه على صعيد وطني، ولا احتاجتوا شي حاجه انا موجود. غادي نديروها الحاج، ولكن اول حاجه الله يخليك انا بغيتك تقدم مقترح قانون للبرلمان حتى الاول
وإلا شي واحد في المنافسين غادي يسبقك الفكرة ويتبناها. شوف أولي، هذه قضية وطنية، أي برلماني فينا قدمها مزيان، المهم هو يخرج كقانون. شنو بغيتي عاود؟ شوف أنا عرفتك ما غاديش تطيقيني، ولكن واجب عليا نقول لك أش كاين، ومن تشوفي بعينك ديك الساعة حكمي. هادشي تبارك الله فيه الشوفان. دخلي دخلي، أنا ما غاديش نضيع لك وقتك. جمال راه دار مشروع ديالو بوحدو، ومن بعد إلا ما طيقتينش يلاه معايا نوريك المحل. يدير محل ولا جوج هذاك راه شغلو. إيه ولكن ما عندوش الحق يدير مشروع ديالو هو خدام معانا. مالك لالا أنت اللي مخدمه؟ وأنا غير قلت لك هو تشي تفلى عليك. سيري سيري لخدمتك سيري. الو جمال، بيني وبينك خصك تحطي راسك. ما انا كنشفرو، انا اللي ما بغيتش تفهم هي كي دارت عرفات. بنادم خطر، انا كتعرفش واش تحط راسو. فرانشمون جو كومبرون با علاقتك بهاد البنت نوال. هاد السؤال طرحتيه ليا اكثر من 100 مره، حيت ما انت هنا تتبعد مني. هي اللي جات عندك؟ هي اللي جات عندي قالت لي بغات تقول لي شي حاجه. ايوا هذا كيبين بانني تا حسنه. نو جي ريان دي. دابا شنو درتي بداك التقرير؟ والله ما كرهت نسالي منه. توحش الجو ديال الخدمه. غير الجو ديال الخدمه ولي قلت لي في الخدمه. وي بسيسا دابا ديما سبب الفوزيه. قلت لك ما تعاودش بدي سميتها. تعطلاش قال لك راسك باغا تخرجي عليا؟ خفت غير لا تكون كتفلى على نوار كي كتفلى عليا. لا لا انا ما كنتفلى على حد، ومني كنبغي ناكلها كناكلها في الضوء ماشي في الظلام. حاجه اخرى، انتي ماشي نوار اللي همك. ايه ولكن هادشي اللي كدير فيه راه ماشي معقول. كيفاش؟ واش انت قد تقدم والي التهريب؟ انت بوليسي راه النوم مشاو تعاقبك يلاه رحموك. الله ما يرحموني. تقولي انت عايشه معاهم كتعرفيهم. خليني نكمل هضرتي. شتي انت ما كتضيع وقتك. شنو بغيتي ندير لاله فوزيه بحال ما عارفه والو؟ تقولي انت الخدمه غير مشتة في الشارع. سيدي هاد الهضره يقولها شي حد ما عنده لا ديبلوم لا حب الملوك. انت مهندس قداش؟ واش بغيتي تعيش حياتك كلها مبهدل؟ خدام خلاتها نوال ولا انا غلطه؟ عندي لك مشروع تعيش بيه براسك مرفوع. عاوتاني المشاريع. كندا باقي صغير ما عندك لا ولاد لا والو، ديبلوم تجربه تما غيشدوك بيديهم بجوج. انا المساله ديال كندا ما بقاتش كتهمني، نسيتها. كاين اللي يوقف معانا وهذه المره مضمون. بس مصريه اللي كياخذوا فلوسه من هنا دازوا. عاودني منك فوزيه، شوفي نكون معك صريح، كيما نخبي لك انا برا بقيت كنفكر فيه كاع. فكر بشويه عليك ما غاديش تندم. ما بقيتيش سويله زمان جميل زمان صعيب. راسك مرفوع كندا باقي صغير ما عندك لا ولاد لا والو، ديبلوم تجربه تما غيشدوك بيديهم بجوج. كاين اللي يوقف معانا وهاد المره مضمون.
واش غدير برأي وحده كوفرية بحالي؟ انت يا عندك بنت الباترون، سيتي منين عاد دخلتي وجاي كتقلب على الباترون الدبلوم في يديك؟ كي كان هي اللي وريتك الخدمه؟ انت فمك قلتيها لي، قلتي لي قريتي مصلحه لي حتى حاجه، نسيتي. تفكر بشويه عليك، ما غاديش تندم. ديك لا كوموندا سيد الحاج مالا رجعوها طفطات على ود لزاكراف. بابا ويلي راه عافاك اختي كرسي غير بشويه بشويه عليك بابا كسلم الله يعطيك الستر غير بشويه عليك بابا. صافي عييت معاهم كنقول لهم دوك الناس راه ما كيلعبوش المره الاخيره كانوا حذرون المشكله ديال لي زغرف انت في خبرك عندنا لي رول عندنا عدد ديال لي رولو ديال لصقه كنعرفش علاش ما كيستعملوش عيط لي عيط على جمال عيط على جمال صافي يا بابا صافي هذا ما كيجاوبش وهاد الازمه اللي ما عرفناش كيف نواجهوها عدد ديال الاسر غادا تحرم من مصدر الدخل ديالها اللي هو قطاع النسيج برك علينا غير البطاله اللي في الصفوف ديال الشباب ديالنا نزيدو حتى ديال العمال والعاملات ولكن من جهه اخرى كنقول لاصحاب المعامل يعطيونا الله يخليهم يعطيونا سلعه نقيه رخيصة ومتقونة وإحنا معهم ما نستهلكوا إلا المواد المغربية والسلام عليكم شكرا شفتي هذاك راه هو اللي لهيه فين؟ راه هو في الجلبران اش كيدير هذاك؟ تيكب الماء في البلا باش تقال علاش؟ لحقاش يبيعوا البال بالكيلو يلا يلا عاملين انت خرج الباط فين ما بالي لا باط ولا فلوكة شوف ليه يعلينا الحاج هذا تقرير نهائي طلع عليه ولا بالك ناقصة شي حاجة ممكن نكملوها راه مضبوط فيه سميات الكبار ديالهم الطريق اللي كتمشي فيها السلعة وحتى بلايص ديبوات الله عليك هادشي مزيان ماشي بوحدي الحاج عرفت
المهم غدا دوز للمكتب تلقاني موجود لك واحد الشيك سلمو لي. راه قريت عليه شي حاجه كتبها البارح في الجورنال. اتفقت معها باش يلمح ما يصرح. اجي بعدا انت البارح تنعيط لكم ما كتجاوبش. هادشي ما بقاش نعاودو معاك 100 مره. الحاج اهم ملاحظه سجلتها هو ان اصلا هذاك الشيء اللي كيتباع في البار راه غير اعانه للدول الفقيره، وهذوك الناس باركين كيبيعوا ويشريوا فيه. واش خصنا نديرو؟ با الحاج ينظم لقاء مع الصحافه ونبداو بلا تيلي. يا قلتي ديك المره نبداو بالبرلمان. قلتها ولكن ملي فكرنا بان من الاحسن نبداو مع الصحافه، وعلى ضوء ردود الفعل يتصيب مقترح القانون اللي يتقدم للبرلمان. الله يخلي لك الحاج، انا كنتسنى غير الاوكي ديالك على هذا التقرير باش يقدر ينزل للصحف هذه السيمانه. ولكن يا جمال. ولكن اش؟ ولكن خايفه على بابا. واش انت دائما غتبقيك تخافي عليا؟ عكسيو سيس قلين انت معروف في السوق كواحد من المقاولين الكبار في قطاع النسيج، وسمعنا بانك كتهيئ مداخله في البرلمان بشان صناعه النسيج الوطنيه. بالفعل يا صناعه النسيج الوطنيه اصبحت مهدده، والحقيقه هو البار اللي هو اصلا ما خصوش يتباع اصبح كيشكل واحد الخطوره على صناعه النسيج الوطنيه وبالتالي على الاقتصاد الوطني ككل. انا كنشوف الحل هو كيخص هاد البار يتمنع. جمع لنا زريعتك راه جمع قشور في يدك خلينا عليك خلينا نتنطوا لهاد خوينا اش كيقول. الايام القادمه ان شاء الله كيخصنا قانون صارم. وليدي الله يهديكم على بعضياتكم. البرلمان كيخصو يوافق عبدو سير تحل واضح لنا البرنوط يولي تقريبا صافي صافي عمرو تحلان بحال التجاره كيخص هاد البال يتمنع بصفه نهائيه. وهادي هي خلاصه. مرحبا شكون بغيتي دوزي لهاد الشيء؟ دوزي لهاد الشيء خير عليكم. بقيتي شويه لاباس؟ لاباس عليك شويه. الحمد لله باش ما نطولش عليكم، رحنا جينا طالبين ضيف الله. مرحبا بضيف الله ربي يخليك. مرحبا خوزيه صناعه النسيج صباح ابني تهدي التلفازه وخلينا نهضروا شويه مع الناس. اللي هو اصلا ما خصوش يتباع. خويا عبد الله سمعتي التلفزيون الكوزين؟ لا بنيتي لا، راه بغينا نهضروا معاك انت. معي انا؟ اييه. فاش؟ بغينا ان شاء الله الا كتب الله نخطبوك لخويا على سنه الله ورسوله. تسمحي لي الا ما فهمتش، عاودي اش قلتي؟ بغيت نزوجك لخويا الا قبلتي علينا. قابله ويلي على مالا ما تقبل. ربي يخليك تلقى احسن منه. مرحبا مرحبا الوالده. اش من مرحبا مرحبا؟ انا نتزوج بخوك الا قبلتي علينا. لا سيدي ما قابلاش، ما من تشاورتي وزيه شوما الوالده الله يعطيك السر راكي مريضه. شوفها لالا، الا جيتوا تهضروا معنا في هذا الموضوع ما عندي ما نقول لكم، جيتوا تقلتوا معنا كجيران مرحبا صافي. وسمحي لينا بنيتي وقيلا غلطنا. نوض اخويا نوض، شغل باين شريفه ما يكون باس عندك. سمحي لينا شريفه ما ديروش منا قلة صواب. حتى نتوما سمحوا لنا ولكن انا ما كنفكرش في الزواج. ايه اصلا كيخصو ما يتباعش صباح كيش على الاقتصاد الوطني كامل. هادي ما بقاتش غير هضره غير قدام الكاميرا كيقول هاد الكلام هذا، دايرين به الصحافه وكاميرا شاعله بصفه تحلي الفم. شنو زعما كتبرد فيا؟ هادشي غير تنوعر باش يبيع السلعه ديالو. ماشي هذا هو اللي عنده المعمل في الدخله ديال المدينه كيدير القميجه والسروال، راه كنتحرق ليه. شفتو هز الراس في ساعه حيت العافيه ما وصلتش للخزين باش يولي اللي ما بغيناش. اش دار لك؟ هادي غير هضره ما يقدر يدير والو. الهضره كلها اللي قال في التلفازه خرجت في الجرائد كلها. ما عرفتش انا هاد الناس واش ما لقاو ما يكتبوا من غير هاد الهضره الخاويه. السيد باغي يمشي للبرلمان، واش عرفتي اشنو هو البرلمان؟ ها؟ حتى الناس في القواعد اليمات ما كيفهمهم غير هاد الهضره هادي. اسمعني، خبارو خاصها توصلني قبل ما يدفع المشروع للبرلمان. واش بغيتي خبارو نعمس ولا خبرو؟ انت
مالك؟ ها؟ مالك كتفكر غير في المصايب؟ راه شحال من حاجة يمكن لنا نقضيوها غير بالعقل. أنا باغي نعرف المخطط ديالو كامل. إمتى غادي يمشي للبرلمان؟ شكون اللي مدعمو؟ ومنين جاتو هاد الزعامة كاملة؟ سمعتيني؟ مساء الخير؟ مساء الخير بنيتي. اش داكشي؟ هذا رزقك. زين رزقي؟ شكون مولاه؟ مولاه اللي خلقني وخلقك. قولي قولي يا شكون، مكاش يكون عبدو. هو نمضي بعدا بدلي حوايجك ونهضر. واخا اجيك مو داك العساس عاوتاني سخن عليه راسو. لا لا لا، هذا واحد اخر كنعرفو. شكون اللي ما يعرفوش هو قد كلانديزر؟ قالك سميتو ميلود. ميلود؟ بغيتك تجيبي لي خبر سقلي. شوف خويا انت شقربك لهذا سي سقلي. السيد كيعرفو صافي. وصافي واش مطلوب مني؟ جيبي لنا الاسرار ديالو كلها. اها، والمقابل؟ كندا. كندا الضمانة؟ انا وشوف يسافر خويا وانا والوالدة. الشروط ديالك كلها مقبولة. شتي هذوك البريكات ولا مازال؟ ولا مازال؟ لا لا بلاش، وهذوك الفلوس خسريهم على راسك وعلى الوالدة ديالك. ولد غياب بدلتي رأيك صافي. بالعكس، بغيت نقول لك بلي حنا تبرعنا عليك بربعة ديال الملايين. بالحق تجيبي لنا خبر ديال السقلي كلها، جميع الأسرار ديالك. ما تسقلي حتى شي حاجة، كل شيء يكون مغيس. وانتي ما تعرفي غير الأوراق ديالك يكونوا موجودين بين يديك. اش بان لك؟ ولدي اش قلت؟ ما عندي ما نقول. وفوق هاد الشيء حنا مستعدين نمشيو معك حتى للمطار تتركبي في الطياره، ولا بغيتي كاين اللي يستقبلك في كندا حتى تستقر، حنا ديما موجودين. لا اسمح لي، هادشي بزاف، هادشي كله على خبر السي سقلي، راه ما يدخلش هادشي للراس. لان هاد السي سقلي، هاد السيد هذا كيعتبره خطر عليه، وربما يخرج ليه على البيزنس ديالو. اجي وهاد الراجل زعما في يديه الشغل لهاد الدرجه. المهم هذا كلمته ما تطيحش للارض. لا اسمح لي يا خويا، نشوفه بعينيه ويطلب مني هو هادشي بفمه. هي دابا انا ما معمرش لك العين. هي الشروط ديالي. تشوفيه. شنو مطلوب مني؟ بغيت نعرف هذاك السقلي شنو يدير. واش بصح غادي يمشي للبرلمان ولا غير الهضره ديال التلفازه؟ عنده شي ملفات مهمين بغيتك تجيبيهم ليا. كل حاجة بالثمن ديالها. إيه ولكن راه الشركة تطلب وقت. حنا ما عندناش الوقت، هادشي ما كرهناش اليوم قبل غدا. حتى أنايا الوراق كندا ديالي يكونوا واجدين، وكل شي ديالكم. أنا كلمتي ما كطيحش للأرض. سد الباب. بلاتي بلاتي. كتسنى سد الباب. بلاتي بلاتي الله يعطيك الستر، سمح لي تعطلت شي شويه حيت الوالده مريضه وحق مولانا. الا مريضه تمشي عند الطبيب. اون بليس راك مطروده والسبب راك عارفاه. مطروده؟ كيفاش مطروده؟ ما عندكش الحق. ما عنديش الحق، لانسبكتور دو طرافاي راك تعرفيه. سير الله يعاونك. سد الباب انت. بلاتي غنتفاهموا. سد الباب. هوا بن شباب غادي تقول لينا اشنو اللي خلاك جيت تصور فينا ولا لا؟ لا مع من خدام؟ بوحدي. واش غدوي ولا لا؟ شوف وليدي شوف، انا راني مسالي راسي وانا معاك هنا تنشوفوا شكون اللي غادي يعيا فينا.
دابا علاش كتبكي؟ علاش كتبكي؟ شوفي ايه شوفي شوفي tu l'as fait exprès ياك ياك بنفسي هبط لك الفاكس ووريته لك اه وقلت لك فوزيه الكرافوز لا كاين هادشي ولا لا شنو وقع نسيت يا جمال والله الا نسيت كيفاش نسيتي فين كان عقلك عندك كنبغيك يا جمال واش ما كتفهمش كنبغيك نهبط غير مصلحتك شوف انا غير مرة ديال الدار مستعدة نصبر معاك على كل شيء شوف يلا نشوف حنا كندا يلا نشوف حنا كندا ونتهناو من هاد الصداع كاع انا غنفاجئك يا جمال اشنو شي حاجة اخرى باش نبين لك انا راه معاك انا بصح حتى نخدم معاك في هاد الشيء ديالك هاد الشيء ضد التهريب والله اكتشفت بلي هاد الشيء ديال البال راه ضدنا كلنا عجب ياك سيس قال لي امتى غادي يمشي للبرلمان قريب ولكن اش جاب هادي لهادي مرة واحد قالوا لي انت اللي كتكتب لي التقرير ديالي ما داكشي اللي غادي يقول باترون ديالي ميتة بالجوع باقي تتصاوب دوك البيتزا الزوينين ديالك باقي كنصايبهم ولكن ما نقدرش نصايب لك شي وحده دابا تجيب لك شي حاجه تاكلها من برا ديال كندا باش تعرفي بان العفير اللي قال كلمه كيوفى بها شكرا كان عندي طلب واحد شنو عاوتاني ما عندكش مناش تخافي ما غتهزي ما تحطي غتمشي مع الناس ديالنا في الطوموبيل توريهم الدخله ديال لوزين فين كاينين الماكن وفين كاينين البيروات وبالاخص الخزين وعلاش هادشي بلا ما تكثري اسئله Thank you.
هذا هو الحر. عمر الشر ما كيموت بسهولة. خلف الله الحاج. خلف الله. ونعم بالله. جمال عبدو ياك لاباس فينك انت؟ انا في الدار. كرفسوا عليا جمال. صافي قطع قطع انا ندير لازم الله. ياك جاب لك الوريقات؟ جابهم الوالده، جابهم العفريت. المشطبه تلقى على البحر. والوالده ما توقد ليا شويه، وجدي راسك انت وعبدو نطيروا لكندا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. عبدو مالو ضربوه؟ شكون ضربوه؟ شكون غادي يبالو عبدو؟ بشويه الله يشافي. شكون ضربو؟ شكون؟ عبدو خويا شكون مشوية عليك عبدي؟ شكون ضربك؟ شكون؟ نشرب نش... الو الضابط المنور. نعم سيدي، هذا جمال حمدي. كيدير انا سيدي؟ تحياتي سيدي. عندي معلومات على العصابة اللي حرقت المعمل ديال الحاج صغلي، والسيدة اللي ديكلاريت بها عندك هي اللي معاوناهم. ايه على الوثائق. نعم هي باقا عندي النسخه الاصليه. الحمد لله يا بلي. شويه قول لي يا وليدي الله يرضى عليك، مالك واش لقاو لك الشفاره ولا شنو؟ ما عرفتش بنا حتى بان حاجه ما كتكلم. حتى قلنا صافي غنطيروا في حالنا. واش درتي كسيده؟ ودوي وليدي حبدو قلنا خويا شنو جرى؟ قلت لكم ما جرى والو صافي. شوف المستمرات ديال كندا طرقتهم، الوريقات عندي من غدا الا بغيتي. فوزيه انا ما بقيتش غنمشي لكندا ولا للطاليان ولا حتى القرينه كعلا. وعلا وليدي مش حرام عليك؟ خليتها ضربت كاع هاد المحل في الاخر تقول لها ما غاديش. انا غادي نبقى هنا غنتقاتل هنا وهنا غادي ناخذ حقي. خليني عليكم ديرو. درك الملكي سلموا نفوسكم راكم محاصرين. سديكم ما تعملوا حتى حركه. راشيد بو عزاوي بروسو ديال لافوي. زيد ديك البون. زيد ديك البون. زيد ديك البون. زيد ديك البون. شوف قدامك. تسمع شوف قدامك.
سوقهم السيارة. Nous avons procédé à l'arrestation du chef de la bande, de son garde-corps et de deux de ses collaborateurs. Terminé. شيري تاكلتي على الغداء؟ وي وشوف شحال في الساعة. غير خدمة بناتي بناتي ما تخطيش. قالك بابا لما جيتيش ما يتغداش. وي شفتي ديزولي ما نقدرش نجي، عاد وصل واحد الفاكس خصني نجاوب عليه. سير الخدمة جبو غيان. يلا حبيبة قطعي دابا نعيط لك. يلا توت سويت تشاو. الو جمال، فين كنت يا سي عبدو؟ يلا جيت من عند السي مصباح. قول لي هذيك لا كوموند الله يرضي عليك ديال الجمعه ما كرهتش توجدوها لي نهار الخميس. شوف الناس هنا راه خدامين، لا بغيتي حتى نهار الاربعاء تكون موجوده ما كاين مشكل. ما تنساش راني تنوجد واحد البحث على الانتاج الوطني وعلاقته بسرعه الانجاز. برافو عليك نجحت يا سيدي. يلا يلا تشويه ونزل عندك. يلا بابا. Okay.